وأما ما يقال إن هذه المنابر الموجودة يقول إنها من البدع فقد جازف في هذا، لأنه ولا شك أن الأفضل أن يكون الارتفاع كمثل ارتفاع لمنبره صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أتت أدلة وأفعال منه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب على البعير، وارتفاع البعير أكثر من ارتفاع 3 درجات.